اهلا 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 وسهلا معايا على الهاتف سعادة الاستاذ مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان والمحامي المعروف. اهلا وسهلا يا فندم. يا اهلا يا اهلا يا استاذ. لا ده انا زعلانه ومخصماك ولا سالت علي. لا 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 ده انا سافرت ورجعت ورجلي اتكسرت وانت ما بتسالش علي. لا دي جديده حكايه رجلي. لا والله خفيت النهارده على وشك الحلو بقى. يا اهلا يا اهلا. وشك حلو وشك حلو النهارده مع الخبر. انت مصدق يا استاذ مختار؟ فاكر اللي احنا السنه السوداء اللي قضيناها سوا على الهواء واحنا بنحاول نفضح هؤلاء الخونه؟ رايك ايه في قرار قطر، وما هي الاسماء القادمه التي سيتم ترحيلها باذن الله كده، وتحليلك للخبر ده ايه وهم هيعملوا ايه؟ اتفضل يا فندم. هو دي يعني احنا ما اقدرش اقول قرار قطر، قطر كدوله او كاقليم صغير او دويله ليس لها قرار، هي مرتبطه بالقرار الامريكي بنسبه 100%. ايوه. فهو امريكا تعرضت لهجوم شديد جدا وبالذات من مصر، لاول مره تسمعه من وزير الخارجيه المصري. ايوه. في حياتها بانها دوله مزدوجه المعايير وانها تخلت كل الدول الغرب تخلت عن مصر وهي تقاوم الارهاب، بينما الان تجتمع اجل مصالح امريكا، ويعني كلام كان اول مره يتقال في تاريخ السياسه المصريه حتى. أيوة. دوله زي امريكا. فاعتقد ان مندوب امريكا سمع ما لا يضيف هذه المساله، وكانت القعده فيها نديه، يعني اذا اردت ان نقف معكم في معركه ضد الارهاب فلابد ان تقفوا انتم مع قضيه الارهاب ذاتها ضدها. أيوة. ان انتم بتمولوا الارهاب في اماكن كثيره، واستدل على ذلك بموقف قطر من قضيه الارهاب ذاتها. فقطر لا تفرق بين ارهاب وغير ارهاب. المهم عندها ان يكون الشخص ده ضد النظام المصري. ايوه. حتى ان بعض الاشخاص اللي تستضيفهم قنوات قطر او قناه الجزيره محكوم عليهم باحكام في ظل نظام سابق. ايوه. ولمجرد ان هم بيهاجموا النظام الحالي فيستضيفوهم ويقدموهم نوع من انواع يعني الـ 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 الانتهازيه الشديده يعني. ايوه. فانا اعتقد ان امريكا ارادت ان تقدم شيء. تقدم شيء، فالزمت قطر. ما اقدرش اقول حتى طلبت من قطر، الزمت قطر بابعاد بعض الشخصيات التي تدعو الى فقه الارهاب، فقه الارهاب. أيوه. اللي بيعتبر ان كل ما عدا الراي كافر، كل أيوه. ما عدا الراي الذي يتبناه. أيوه. واعتقد ان الشيخ القرضاوي بفتاواه الاخيره اصبح رمز من هذه الرموز الحقيقه يعني. ايوه. لانه أيوه. بدا يتكلم عن تكفير لان مساله جهاد، وهلموا الى الجهاد، ما اعرفش مين بيجاهد مين الحقيقه لغايه دلوقتي. أيوه. انا مش فاهم يعني. ايوه. فمن هنا امريكا بدات تقدم سبت يعني. طب الشخصيات اللي تم اختيارها دي بناء على ايه يعني؟ بناء على انها مطلوبه، اغلبها مطلوب في مصر طبعا. أيوه. وبالنسبه لوجدي غنيم. أيوه. وبالنسبه للشيخ يوسف. أيوه. القرضاوي اعتقد ان حد هجومهم على الاخر كان يصل الى حد تكثيره. ايوه. واظن حضرتك جربتي هذا الكلام. لا انا مجربه يعني بالذات الاخ ده. يعني انت دوقتي يعني. ما انت فاكر. طبعا. وهم مش سايبيني ده النهارده مطلعين يعني بيشتغلوا، الحرب شغاله ضدي يعني على صفحات الاخوان. يعني حاجه غريبه جدا، وبتاعه رصد دي كمان يعني. الحقيقه ناس مش بس ضلاليه، ده الاختصار، ده الكلمه اللي اوصفها بيهم. اتفضل يا فندم. احنا دلوقتي بنعاني من غياب الشك والموضوع، مش أيوه. الشكل بس، الشكل أيوه. والموضوع. أيوه. ما بقاش في جديه، ما بقاش في احترام للاخر او اختلاف الراي. لا وبقى في يعني تضليل واضح، يعني حتى في موضوع رابعه اللي هم يعني شايلينه على راسهم ودايرين في العالم وما اصبحها مش عارف ايه، يعني التهويل والاستعداد الان في الولايات المتحده الامريكيه مع علمهم برحله يعني تحت يعني بيجهزوا، لان الرئيس السيسي ان شاء الله ربنا هيوفقه في الرحله القادمه الى الامم المتحده، وسيتحدث من هناك رئيسا لجمهوريه مصر العربيه، فواضح يا عيني ان الموضوع متعبهم قوي قوي قوي، تعبهم في مناطق كتير، فيعني مركزين جهود لتشويه مصر وتشويه
قادة مصر وتشويه اسم الوطن وتشويه رموز مصر وخاصة في الخارج. حضرتك اربط لي اللي بيحصل في قطر بما يحدث دلوقتي في نيويورك استعدادا لاستغلال صورة ربعة التي تم التهويل فيها بشكل غير صادق بما فيه حقوق الإنسان هيومان واتش طلعت مزورة التقرير. هو مش بس قضية تزوير التقرير، هو المسألة ان لما نتكلم عن تجمع سلمي او اعتصام المنطلق خطأ. انا كنت بتكلم عن محاولة لقلب نظام التقرير. لقلب نظام الحكم. طبعا ما يعتبر ما بتكلمش على مجموعه اعتصموا وعايزين، لا ده كان اتفاق بين السفيره الامريكيه وبين دكتور مرسي على خلق نظام متوازي. حاجه اسمها ازدواجيه المشروعيه. ايوه ازدواجيه المشروعيه يبقى في حاجه في قطر حاجه في رابعه تجتمع وتتكلم وتتناقش وتصدر قرارات اسمها البرلمان ومجلس الشورى. ايوه طبعا، وبالتالي بقى ازدواجيه مشروعيه في رئيس شرعي ورئيس اخر برضه بيقول على نفسه انه شرعي. أيوة. هنا تتدخل الامم المتحده لانها حاله من حالات جواز التدخل الدولي. أيوة. طبعا يعني لان في ازدواجيه مشروعيه وفي حرب اهليه فالناس هتقتل بعض يعني. أيوة. فمساله رابعه بتبحث بالسذاجه، لكن بالنسبه لليومن رايت انا اعرف طبعا انها وقت ما انشئت لتحقيق الاهداف الامريكيه، مش لتحقيق اهداف حقوق الانسان ولا الميثاق العالمي لحقوق الانسان ولا حاجه زي كده. وقت ما انشات، وبعدين هي تمويلها منين؟ هو تمويلها من الولايات المتحده الامريكيه. يعني هي منظمه، احنا بنعيب على المنظمات المصريه انها بتاخد تمويل من الغرب او من امريكا. دي انشاء كان امريكي اصلا. يعني انشاء امريكي. وانا ذكرت قبل كده في القصه ان بعد خروجي من السجن في 95 السفير الامريكي اللجنه الثقافيه قابلتني هناك وطلبوا مني التعاون مع منظمه جديده هيكون لها مستقبل كبير وهو هي الهيومن رايتس. ايوه عمرها ما اهتمت بقضايا الحقيقه يعني تتعلق بحقوق الانسان، انما قضاياها كلها ماشيه مع سياسه امريكا. طب حضرتك يعني كقانوني ايه وضع الجماعه المرحلين دول؟ يعني في دول كتيره فيها الانتربول ويبقوا مهددين بتسليمهم لمصر، فهيروحوا فين؟ هيروحوا فين يا فندم؟ انا عندي تجربه سابقه ان لندن كان بتدي اللجوء السياسي الكثير من اللي كانوا متهمين في قضايا ايام مبارك. فطبعا ده كان نوع من انواع السياسه المضاده لمبارك لتهاجم حقوق الانسان. ده الشكل الظاهر، انما الحقيقه ان هم ما كانوش معترفين اصلا بان مبارك هو الحل. هم في السنوات الاخيره وبداوا ان هم يعملوا حاجات مضاده. بس لندن النهارده هتستقبلهم وهم بداوا يضعوا الخط الاحمر بالامن البريطاني بعد ان شهدوا بانفسهم واحدا منهم يقوم بذبح الصحفي الامريكي القاتل الداعشي البريطاني الجنسيه البريطاني المولد والدماء، قام بذبح الصحفي الامريكي وبداوا دلوقتي يتخوفوا، هل هيستقبلوهم بسهوله؟ في ثلاث اماكن. لندن بحكم ان قانون اللجوء السياسي اللي هناك يسمح بذلك، بل بالعكس بيمنح اللاجئ السياسي حقوق واسعه. المانيا بحكم تواجد الاخوان فيها بقوه. البلد الثالثه هي تركيا حتى اشعار اخر. طب لماذا ذكروا اليوم انها ماليزيا او جنوب افريقيا؟ ما هي ماليزيا برضو اللجوء السياسي فيها مش مفتوح الا لفئه معينه. لان الفكر الاخواني هناك او كده موجود. يعني فدوله الفكر الاخواني فيها موجود والمدارس الاخوانيه والمجالات سهل ان الافراد يعملوا فيها. لكن انا اعتقد ان الموضوع هيكون صعب بالنسبه للشيخ قرضاوي وبالنسبه لوجدي ونيس. وهيبقى صعب اليوم هما الاثنين. ومن المنتظر اسماء اخرى يا فندم، عندك اي خبر عن الاسماء الاخرى؟ انا سمعت عبد الرحمن عز واسماء اخرى. كلما ارادت امريكا التقرب الى المجموعه واختيار بدائل افضل. لان حجم طموحات امريكا في موضوع داعش كبير جدا، وهي خلاص اتت ولن تعود الا بتحقيق نصر معين وهو هزيمتها كدوله. الافراد هي ما يهمهمش ان داعش يبقى موجود. بيقولوا عاصم عبد الماجد، محمد محسوب، عبد الرحمن عز،
محمد عبد المقصود وطارق الزمر، هم قاعدين ياكلوا في الفته اهو والهوبر اللحمه اهي. لا انا اعتقد، ان المساله هتبقى خطوات حسب المصالح الامريكيه. ايوه يعني هم مش رايحين بقضيه حق او باطل، لا هم مش ذلك تبحثوا امريكا خالص. ايوه ولا بتبحث اي قضيه، بتبحث قضيه ماذا تقدم للاشقاء العرب في ايوه المرحله لانها تحتاجه. اما بالنسبه للسفر الرئيس السيسي الى امريكا، ايوه فانا اتوقع، وحضرتك يعني مارست معايا التوقعات انت توقعاتك نبوءات انا اتوقع استقبال غير عادي بالنسبه للرئيس. ان شاء الله يا رب باذن الله. لانه مش عشان كاريزما بس، لا علشان امريكا اصبحت الان في حاله احتياج الى مصر كبير جدا، بالذات بعد ضربه الاتجاه السوفيتي، وبالذات بعد ضربه تجاهل طلبات امريكا المطلقه في مساله داعش. مصر وضعت قيود، واول مره تضع امريكا قدام وضعها المبدئي. امريكا لا تلتزم ابدا بمبدأ. فانا واثق ان سيكون استقبال السيسي استقبال اعلى من درجه استقبال الرئيس ان شاء الله باذن الله. باذن الله، وهو يستحق طبعا، ونحن نفخر بالرئيس السيسي، والحقيقه بننتظر اننا نراه ممثلا لاسم مصر العظيم، رئيسا لمصر في الامم المتحده. شكرا استاذنا الفاضل مختار نوح، وانا في انتظارك، مليت فيعني اهو ان شاء الله باذن الله قريبا. نورت مصر يا دكتوره والله. الله يخليك، شكرا استاذ مختار.